مع نائب رئيس المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون العميد الدكتور نبيل الخطيب، عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية، متحدثا حول الرابطة القلمية وثنائية الكتابة باللغتين العربية والإنجليزية. مساء الخير. صوم وصيام مبارك، كل التهاني والتمنيات بشهر رمضان المبارك وبالفصح المجيد. مناسبات اليوم تؤكد بمجموعها على اللقاء الإنساني الحضاري وعلى التكامل الثقافي الذي بدأ مع الخلق وسيستمر إلى نهاية الخلق. رمزية لقاء اليوم تكمن في تمثل الثقافات الإنسانية وفي حوارها مع بعضها ومع ذاتها لإعادة إنتاجها. إنها فكرة الجدل القائم بين الفكرة والإنسان لتنتج فكرة جديدة أكثر تطوراً وتحمل بذرة نقيضها، ليستمر الجدل وليستمر العطاء لخير الإنسان، وهذا ما حصل مع أعضاء الرابطة. مجموعة من الأدباء والشعراء والمثقفين تركوا أرضهم في شرقنا وجاءوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحثاً عن فرصة لحياة أفضل. عاشوا البلاد وفهموها، استوعبوا ثقافاتها الغنية، فجمعوا في ذواتهم وفي أفكارهم حضارة الشرق وثقافات الغرب وحضاراته، أثروا وتأثروا بالنهضة الفكرية الموجودة فيه، ورأوا الفروقات القائمة بينهما من الناحية المعرفية والاجتماعية والسياسية، فثار بعضهم على البيئة الشرقية وسخطوا على فكره على جمود فكرها وأنظمتها في ذلك الزمن، لا سيما أنهم قرأوا للكتاب الغربيين من أمثال شكسبير وشعراء الرومانسية من أمثال بليك وكيتس وأيضا نيتشه، اطلعوا على الأساطير الكلدانية والمصرية واليونانية، تأثروا بالفلسفة الروحية التي اتسمت بالهروب من العالم الحاضر إلى آخر يملأه الخيال والغموض وفيه نزعة نحو وضعية الإنكار. كتبوا باللغة العربية فابتعدوا عن قيودها الكلاسيكية نثراً وشعراً، وأعادوا تصور لغتهم العربية وبناءها فيما كانوا يستعيدون تصور هويتهم في المهجر. قدم هؤلاء أساليباً ومواضيع راديكالية جديدة تتضمن الاستعمال السهل للغة وتحرير النظم والأوزان والتخلي عن الصورة وعن المواضيع النمطية، وإعطاء حرية أكبر للكاتب الذي اعتبر حينها شخصاً ملهماً ورؤيوياً يقود الطريق نحو الإصلاح الاجتماعي والسياسي. كتب بعضهم باللغتين العربية والإنجليزية، وكان الأبرز بينهم كل من جبران وميخائيل نعيمي الذي قال في تفسير شعبية الرابطة القلمية المتزايدة في العالمين الغربي والعربي: حار في أمرها أصحابها وأعداؤها، فما عادوا يعرفون إلى ماذا يعزون سر قوتها وبعد تأثيرها. فمن قائل إن السر في الأدب الأمريكي الذي تأثر به أعضاء الرابطة، ومن قائل إنه في تهتك أعضاء الرابطة من حيث اللغة وأصولها. أما الحقيقة فلا يعلمها إلا جبران الذي جمع أعضاء الرابطة في فسحة محدودة من ديار غربتهم ولمحة معلومة من زمان هجرتهم، ووضع في صدر كل منهم جذوة تختلف عن أختها حرارة وبهاء ولكنها من موقد واحد. هذا كلام نعيمي. وأنا أرى
أن السر هو في ذاك الأثر الذي تركته ثقافة هؤلاء التي جمعت بين ثقافة الشرق وروحانياته وثقافة الغرب وانفتاحه، بين الإرث الحضاري العظيم الذي تركته الحضارة العربية في أوج ازدهارها وبين الحضارة الأمريكية التي تغذت بالثقافة الأوروبية كما بثقافات عدة أخرى منها الأفريقية والأسيوية واللاتينية. هذه الثقافات التي تجلت بالعلوم وبالأدب والموسيقى والسينما والمسرح وغير ذلك في هذا البلد المتنوع الإثنيات. كتب جبران وكتب ميخائيل عيمي بالعربية، فجاءت كتاباتهم مختلفة من حيث اللغة ومن حيث المضمون، فاتسمت بالثورة على الأشكال اللغوية وعلى الأوضاع السائدة، وكتبوا أيضا باللغة الإنجليزية متوجهين إلى القراء الناطقين بها في كل أنحاء العالم، وقدموا أعمالا فيها الكثير من روحانيات الشرق وجمالياته والكثير من حضارة الغرب وانفتاحه. فجاءت أعمال جبران في مصاف كتابات بليك وكيتس وويليام ووردورث، وجاء صداها في النفوس معادلا لأعمال فلاسفة أمريكا من أمثال إميرسون ووايتمان، وقد تأثر جبران بكتابات هؤلاء. وضع جبران عدة كتب بالإنجليزية بالإضافة إلى كتبه العربية، هي كتاب التائه وكتاب السابق والمجنون والنبي ورمل وزبد ويسوع ابن الإنسان وحديقة الإنسان حديقة النبي وآلهة الأرض. ثار جبران على جمود الشرق وعلى القيود التي فرضها على لغته وعلى حياته، فخاطبهم بالعربية: لكم لغتكم ولي لغتي، لكم منها القواميس والمعجمات، ولي منها ما غربلته الأذن وحفظته ذاكرة من كلام الناس، لكم منها العروض والقوافي، ولي منها جدول يتسارع مترنما نحو الشاطئ. وقال أيضا مخاطبا اللبنانيين: لكم لبنانكم ومعضلاته، ولي لبناني وجماله، لكم لبنانكم عقدة سياسية تحاول حلها الأيام، أما لبناني فتلول تتعالى بهية، لبنانكم مشكلة دولية تتقاذفها الليالي، أما لبناني فأودية هادئة سحرية تتموج في جنباتها رنات الأجراس وأغاني السواقي، لبنانكم حكومة ذات رؤوس لا عداد لها، أما لبناني جميل رهيب وديع. قلت هذا الكلام شيء من التفصيل لأن هذه الصورة تنطبق اليوم، وكأن جبران يعيش بيننا ويتكلم على وضعنا اليوم. وكتب أيضا باللغة الإنجليزية متوجها إلى القراء الأمريكيين والغربيين، مشبعا بروحانية الشرق وبحضارته، فأطلق على نبيه اسم المصطفى، وأنتم تعلمون رمزية هذا الاسم الذي حمل رسالة التصوف والإيمان بوحدة الوجود وبالمحبة التي لا تعطي إلا من نفسها ولا تأخذ إلا من ذاتها. وكتب ميخائيل نعيمي متأثرا بالأسلوب الغربي لنقاش القضايا الاجتماعية بأسلوب القصة القصيرة، فنشر ديوان شعر وحيد هو همس الجفون وعددا من المقالات النقدية والقصصية التي بلغت ذروتها مع كتاب مرداد الذي وضعه بالإنجليزية يدعو فيه إلى عقيدة جديدة، وقد ترجم الكتاب إلى العربية وإلى 30 لغة. إن ازدواجية اللغة في كتابات جبران ونعيمة قدمت للفكر في الشرق والغرب لغة مختلفة وفكرا متطورا بالنسبة لطرفي الأرض. لقد أسقطوا على الغرب روحانية الشرق، وعلى الشرق تقدم الغرب وثقافاته وانفتاحه، وكل ذلك في عباءة منسوجة بشيء من حضارة إنسانية متكاملة أثبتت أن الإنسان هو الإنسان وهو يشبه ذاته أينما كان، طبعا إذا أراد أن يرى في نفسه يدا وفي الآخر اليد الثانية لتتعاون الاثنتان على بناء مستقبل الإنسانية. شكرا، وإلى اللقاء في مناسبات أخرى.